ولكن برضو النهارده كان في تصريحات مهمه جدا للنجم الكبير محمد صلاح، تصريحات هامه جدا قال فيها ايه، ممكن نروح نشوفها دلوقتي ونشوف محمد صلاح ماذا قال في المؤتمر الصحفي النهارده، او ابرز ما قاله محمد صلاح، ونرجع نكمل مع حضراتكم. We are sorry about what happened yesterday and hopefully the injured people will come back home safe. نحن آسفون لما حدث من تدافع في مباراة الكاميرون ضد جزر القمر في دور 16. نأمل أن يعود المصابون إلى منازلهم سالمين. أنا مبسوط مع اللعيبة 100%، علاقتي باللعيبة كويسة جدا، وما افتكرش إن في حد اتكلم عليا كلمة وحشة، وأنا اتكلمت على حد كلمة وحشة في الملعب. بحاول أساعد اللعيبة على قد ما أقدر بالخبرات اللي كسبتها بره او جوه، بحاول ادي كل حاجه للمنتخب على قد ما اقدر، بس بحس ان في ناس شويه مستنيه اي حاجه عشان تتكلم على صلاح او على لعيبه تانية. للاسف اللي احنا عايشين عصر السوشيال ميديا، كل ما بتكبر شويه الجماهيريه بتاعت المنتخب ما بقتش موجوده زي الاول. الناس بقت بتشجع الانديه، اللعيبه بقت بتشجع اسف الجمهور بيشجع اللعيبه وبيشجع الانديه، ودي حاجه ما كانتش موجوده الاول. حاجة قسمت المنتخب، قسمت الكرة المصرية عامة. بقى دلوقتي بتشوف صفحات معمولة بس عشان تدافع عن لعيبة أو عشان تدافع عن أندية، وهما فاكرينها حاجة كويسة. هي مش كويسة. أنت ممكن ما تضرش صلاح عشان أنا مريت بالحاجات دي، بس لعيبة تانية لسه جاية صغيرة، ده كله هيضرها، ده كله بيخلي اللعيب نفسه مركز على نفسه بس وخلاص. The level of competition is good. You can see the أعتقد أننا نستعد جيدا، إنهم فريق جيد ونحن أيضا فريق جيد. كان لدينا 5 أو 6 أيام للتحضير للمباراة، جميع لاعبين جاهزين، كلنا متحمسون ولا يمكننا الانتظار. مستوى المنافسة جيد، يمكنك أن ترى أن أي فريق يمكنه التغلب على أي فريق آخر في الوقت الحالي، وهذا يعني أن كرة القدم تتغير. مثلا لا يمكنك قول فريق صغير بعد الآن، ولكن كل مباراة الآن تنتهي بهدف أو هدفين مقابل هدف أو لا شيء. مباراة الكاميرون وجزر القمر التي انتهت بهدفين لهدف أمام أصحاب الأرض، يلعب الفريق بعشرة لاعبين بعد 5 دقائق وكان بدون حارس مرمى. من المؤكد أنه صعب، لكن أعتقد أنه صعب في الوقت الحالي لكل فريق. لا يمكن لفريق واحد حقا ضمان الفوز قبل المباراة، لذلك آمل أن نركز فقط على المباراة وننطلق من هناك. طيب، هو محمد برضو في الجزء الأخير، عشان الترجمة كانت سابقة الكلام، الحقيقة محمد في الجزء الأخير قال أنه طبعا يتمنى أن يفوز بكأس الأمم الإفريقية مع المنتخب الوطني، وبيقول أنه هو يعني فيما معناه يعني أنه هو هيموت نفسه علشان يقدر يكسب هذه البطولة مع المنتخب المصري، وقال لك أنا يعني دمي مصري، فأنا بحب أن أنا أكسب هذه البطولة وحلعب وحموت نفسي أنا وزمايلي علشان نكسب هذه البطولة. كلام محترم الحقيقة من كابتن المنتخب كابتن محمد صلاح، لأنه مهم جدا أن حضراتكم تعرفوا أن محمد الحقيقة محطوط تحت، أنا حتى اتكلمت في الموضوع ده امبارح أو أول امبارح، أن محمد محطوط تحت ضغوط كبيرة جدا ورهيبة جدا خلال الفترة السابقة، وبالتالي أو خلال فترة الأمم الأفريقية، وبالتالي كلنا بننتظر أن احنا نشوف محمد صلاح. محمد صلاح اللي ما فيش على كتافه حمل كبير جدا. هو محمد بيقول دلوقتي أنه ما بيفرقش معاه كتير البرامج وتعليقات الناس، وأن الناس في البرامج وفي السوشيال ميديا قلبت أو قسمت المنتخب ما بين أهلي وما بين، ما قالش طبعا أهلي وزمالك، لكن قال ما بين الأندية وما بين ان هم بيحبوا لاعبين معينين وخلاص، وده مش فارق معاهم. الحقيقه ده مش حقيقي، لانه انا بحب النادي الاهلي، مش انا يعني، اي حد في العالم كله بيحب ناديه، ولكن بيحب بلده اكتر من ناديه، يعني ما ده شيء مفروغ منه. كلنا خلف منتخبنا، كلنا واقفين ورا منتخبنا، مفيش حد ما كانش او لا يقف خلف المنتخب. الفتره اللي فاتت كان في نوع من اللامبالاه بالنسبه لنظرتنا للمنتخب
كمشجعين لمنتخبنا الوطني كنا بنستنى نشوف يعني ايه كاس العرب، مش هيحصل حاجه يعني في كاس العرب يعني، فما كناش بنتفرج كتير. خلونا في مباراه ليبيا، لكن في مباراه ليبيا مثلا اللي كان من المفترض ان هي واحده من اصعب واهم المباريات، كل مصر كانت قاعده بتنتظر وبتتفرج هذه المباراه، وبالتالي يمكن محمد اللي بيوصل له التقطيع بس او النقد بس، ولكن لا، في ناس كتيره جدا بتقف خلف منتخبنا، وفي ناس كتيره جدا نفسها ان منتخبنا الوطني إما كانش 105 مليون نفسهم في كده، على الأقل 90 95 مليون نفسهم في كده، وهم دول اللي دايما بيفكروا في كرة القدم. فتصريحات جيدة الحقيقة من محمد صلاح، بيحاول برضو أن هو يشيل الضغط من على لاعيبة المنتخب ويحط الضغط على نفسه برضو، هو يعني زي ما بيقول أن هو مش فارق معاه كتير الكلام اللي بيتقال.